السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ ايش حالكم؟ اخباركم؟ اليوم جايب لكم اعدادات كونتر سترايك كاملة، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. بلش. اول شيء تكبس على إذا كان عندك كرت شاشة من لوحة تحكم انفيديا، فتجي أول شي على أول خيار ضبط إعداد الصورة بالنسبة باستخدام الخيار معين، فتجي تستخدم استخدام تفضيلي المؤكد على الأداء، تاخذ المؤشر للأداء إذا كان الجودة ما راح تفيدك بالألعاب. إذا كان كرتك ضعيف شوي حطه على الأداء، هاني حاطه على الأداء. بعد ما تحطه على الأداء تنطي التطبيق، بعد ما يجرى التطبيق تكبس ضبط إعدادات الثلاثي أبعاد، الطبقة المحيطة تنطيها إيقاف التشغيل، تنطيها رقم واحد الحد الأقصى من الإطارات المعروضة مسبقا باستخدام إعدادات تطبيق الإيقاف، تخزين مؤقت ثلاثي، إيقاف التشغيل، تصفيات الخصائص المتنوعة، تخصيص لتحكم التطبيق، تصفيات مواد الصورة المثالية ثلاثية، تشغيل الجودة، جودة عالية، الأداء الأفضل، تعطي أداء أفضل. إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل، السماع، السماع، استخدام إعدادات التشغيل، إيقاف التشغيل، متع، إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل. بعد ما تنتهي خلاص تنطي تطبيق، كويس. بعدها ضبط التكوين من شغلة بهي أظن لا تفوت عليهم، تغيير مستوى الدقة، تعطيه الأصلي الهيرتز، ما نبي تعطيه الألوان، إعدادات اللوحة تعطيه إنفيديا. أنا أفضل إعدادات اللوحة التحكم في التطبيق أخرى، استخدام العرض هذا تغلب الشاشة مثلا، ثم تغيير ما نبي، خالصين من هنا. بعد ما تخلص تروح، فبعد ما تنتهي من إعدادات انفيديا تجي تدخل على اللعبة، تدخل على التنس، تدخل هنا تعطي سوي اللي عم سوي. بعد ما تكتب اسمك مثلا، هنا البخاخ مثلا بدك اياه. ثاني شي تدخل على اين، تحذف هذان الأعداد كلهن، تحط على الأولى ليفت، هاي المفضل، هاي السلاح تريده بإيدك اليمين أو اليسار، حطه باليسار، هاي اليسار، هاي اليمين. هون تخليك طفي هاي، تشغل هاي، خالصين من هي. تجي على بعدها، تكون هيك أول ما تدخل عليها، هاي الجامب، الجامب بتحطها لورا، هاي مشان ظلت ناطط مثلا تفتلها لفوق، وهاي تلها لجوا، هيك راح يصير. هاي الإعدادات اللي عم يلعبوا على النت مثلا، في ما في لشراء الأسلحة، ما نبي تعطيها أبلاي، تجي على التانية الماوس، تطفي هاي، تشغل هاي، تكتب
اكتبهالي. 2 نقطة، 1 apply. تجي على الاودي، ما لنا فيها كمان. هاي الصوت تريد قديش علاقة الصوت، هاي mp3 ما لنا فيها. هاي تعير على مفضل عندك مثلا. هون الاعدادات خليه على open gale normal، حس ما راح اريد اعدل فيها شي. هاي تخليها مثلا، هاي بعد ما تحطها على 16، هاي تحطها على 860، هاي هيك هاي تطفيها بعد ما تطفيها. مثلا انا مصغر الشاشة لحتى اصور اللعبة. هيك الاعدادات لازم تكون. هاي 32، هاي 16 عفوا، وهاي اقل شي. هيك الاعدادات النظامية للعبة. باني ما راح اطبق، بدي اطلع لهون. هاي ما لك كون شغل فيها. كون هنا خلصنا من اعداداتها، فالحج نجي على كلمات سر تقريبا. يا اخواتي مشان ما اطول عليكم الفيديو، وبعد ما كتبت كلمات التثبيت وما تثبيت، طبعا هاي ما راح تفيد. هاي الاعدادات مهمة، مثل انك قاعد تلعب بالاعدادات طبعا. فاو تبلش من هون تكتب هاي الكلمة طبعا، فقط هيك من هون. هاي الكلمة مثلا تكتبها هون مثلا هيك، مثل هاي 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 مثلا، مثل هاي تكتب 3 bs نقطة ماكس 101. بعد ما تكتب طبعا تخلي فراغ بين الرقم والكتاب الكلمة. بعد ما تكتب تنطي انتر تطلع فوق. خالصين هيك نكون انتهينا من الاعدادات. فبعد ما انتهي من الاعدادات روح تحمل هذا الملفات، اعدادات الكونتر سترايك. تحملهم شوية، تحميل طول شوي. فبعد ما يتحملن تذهب إلى التنزيلات، العرض في المجلد، خيارات، نسخ، نجيبه على سطح المكتب، نطلع من هين ونطلع من هين. دي اكستراكشن، يعني يقول لك وين تحطها، حطه بسطح المكتب. اوكي، بعد ما فقط ضغط من هون تاخذ تفوت على هذا الملف. بعد ما فتتين كبر الشاشة تحددهم كلهم، تعطيه نسخ. تذهب إلى لعبة الكونتر، تعطيه خيارات، فتح موقع ملف اللعبة. تذهب إلى سترايك مودلز، تذهب إلى مودلز، خيارات، لصق. تتضمن الواجهة 30 ملف باسمها الملف نفسه. أنا ما راح أضيف الآن، ضايف ماني ماني ضايف كل الملفات، ولكن أنت ضيفهم كلهم، راح يختلف اللاعب عندك. يلي ما عنده لعبة كونتر سترايك من الأساس ويبغى يحملها، كمان رابط تحميلها عندنا. ولا يهمكم، راح اترك لكم رابط الموقع الرسمي للعبة طبعا على الانترنت. تورنت، يلي حاب يحملها عن طريق برنامج تورنت ويفك الضغط، انا احملها نظامي اونلاين.
ترجع بعد فترة مش داونلود، مثل ما انتم شايفين قام يحمل اثنين، تأخر بالتحميل، بعد ما تنتهي من التحميل تثبيت عادي، بس نيكس نيكس نيكس، تتحمل اللعبة معك، تطلع لك على سطح المكتب، ان شاء الله تزبط الاعدادات وتصير اون نمرة باللعبة. والسلام عليكم ورحمة الله، نلقاكم في مقطع ثاني. يورشرس، باي باي، جود باي.